طبعا مستمرين معكم مشاهدينا بتقديم فقراتنا، وصلنا للفقرة الأخيرة واللي هي فقرة طبية. الفقرة الطبية اليوم هي عن أورام المعدة. مشاكل المعدة هي كثيرة، ومن بين الأورام وهي من الأسباب الشائعة للوفاة دائما، والأورام المعدة كثير منتشرة بالقارة الآسيوية. رح نناقش هذا الموضوع أكثر مع الدكتور جمال الكيلاني اللي معنا حاليا بالاستديو. صباح الخير دكتور. صباح الخير، مرحبا جزيلا دكتور. طبعا الاورام هي كلها خطيره، لكن بالبدايه نحن حابين تحكي لنا عن اورام المعده بالذات، يعني تعرفنا اياها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك ان الاورام بشكل عام هو يعني منتشره في هذا الزمن بسبب المدنيه وبسبب التعامل الانسان مع ظروف غير اعتياديه وغير طبيعيه، واطعمه يعني مصنعه و مواد تلامس جسم الإنسان أو تدخل في جسم الإنسان، كلها أيضا لها تأثيراتها السلبية. ومن ضحايا هذه المدنية هي المعدة، والمعدة قديما يعني كانت تحدث فيها الأورام، لكن في القرن الأخير زادت بعد اكتشاف يعني النفط تحديدا ودخوله في صناعات كثيرة، بعد دخول يعني مواد غذائية مصنعة بدأت تظهر أعراض المعدة والالتهابات والأورام. المشكلة في ورم المعدة أن هناك فترة طويلة بين بداية الورم في المعدة وبداية نشوءه، بداية تكوينه، إلى يوم أو أيام ظهور الأعراض، هذه هي المشكلة. طيب دكتور، يعني هذه خطورة ورم المعدة. نعم. أنه فترة بين نشوءه وبين ظهور الأعراض، وعندما تظهر الأعراض احتمال تكون يعني الوقت قد تأخر، مرحلة متأخرة، تأخر صحيح. بالنسبة يعني لإمكانية إنقاذ المريض. طيب دكتور، لو نتكلم عن هو كل مرض له أسباب خاصة معينة به، فلو أريد نحكي بالتخصيص يعني أسباب أورام المعدة، شنو الأسباب المباشرة؟ يعني السبب الرئيسي الأول طبعا أكيد الأطعمة اللي تؤثر على المعدة، البكتيريا اللي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية، البكتيريا اللولبية البوابية، هذه أيضا وجودها لفترة طويلة وحدوث قرحة في المعدة ممكن يتطور إلى ورم. نعم. وطبعا السوائل اللي تدخل إلى المعدة من ضمنها السوائل اللي لها علاقة بالتدخين. يعني هناك من يعتقد أن التدخين هو فقط يؤثر على الجهاز التنفسي، الحقيقة الحقيقة من ضحايا التدخين هو الجهاز الهضمي، بدءا من الشفة، اللسان. نعم. البلعوم، انتهاءا بآخر نقطة من الجهاز الهضمي. يعني المواد السائلة اللي تخرج من السيجار بشكل عام، سواء كان نرجيلة أو جيجارة أو أي طريقة للتدخين، وتذوب مع اللعاب وتنزل إلى المعدة، هذه فيها مواد مسرطنة وخطرة جدا على المعدة. طبعا الهيدروكربونات اللي في الزيوت الطعام واللي تتعرض لنار يعني قوية، وممكن أن تخرج منها مواد أيضا فتاكة وتؤثر على المعدة. يعني دكتور، نعم. نحن فينا نقول أنه أغلب الأحيان مثلا المأكولات الجاهزة لها تأثير كبير، يعني المواد الحافظة اللي فيها موجودة، المواد الحافظة اللي يعني تستخدم. هناك كلام كثير عن هذا الموضوع، بل حتى هناك كلام عن الماء اللي موجود في القنان البلاستيكية، يعني نعم. هذا إذا يوضع في المجمدة، يعني تجميد المي في القنان البلاستيكية يعني يعني تحويل يعني هذا البلاستيك الموجود الى ماده مسرطنه ممكن ان ينتقل عن طريق الماء. تقصد يعني من خلال قنان المي العاديه البلاستيك اللي تباع في الاسواق واللي احنا نستخدمها حاليا كبديل يعني امن عن ماء الشرب اللي ياتي من الاساله، هذه القنان البلاستيكيه اذا وضعت في المجمده يعني تجميد الماء فيها يعني انه يعني البلاستيك راح يبدي يتحول. طيب دكتور، هاي القناني اذا ظلت مفتوحه يومين ثلاثه، انه هي مسكره بس يعني خلص انه يعني الناس عم تشربها، هي ما بتتاكسد، ما بتكون خطيره. اذا بتكون مفتوحه طبعا هذا يدخل في موضوع اخر هو تلوث المياه. لكن عندنا نحكي على ماده كيماويه اللي هي البلاستيك. نعم. بالتجميد وجود المي ممكن ان يكون لها تاثيرات مستقبليه على المعده. يعني دكتور، سرطان المعده يعني يسببها هي هاي المواد المسرطنه فقط؟ كل مواد يعني تدخل الى الجسم او تلامس الجلد ممكن ان وهي يعني مخدشه. نعم. يعني تتفاعل كيميائيا ممكن
يعني تستلم هذه الخلايا المبطنة للمعدة أو لأي عضو من أعضاء الجسم إشارات خاطئة وتبدأ تتكاثر بطريقة غير نظامية، وبذلك يتكون الورم، اللي هو هذا الأصل يعني في حدوث الورم، أنه الخلايا تتكاثر تكاثر غير منضبط غير طبيعي، والخلايا اللي راح يعني تنتج من هذا العمل راح تكون غير فعالة وغير مفيدة للإنسان. ومثل ما ذكرنا أنه يعني المعدة حينما يظهر فيها الورم يكون فترة طويلة بينه وبين ظهور طيب. الأعراض، لذلك يعني هو التحذير أنه أي شكوى للمعدة اللي يعني مريض يشكو من معدة عادة يكون فوق 40 أو 50 سنة وهو لم يشكو من ألم سابق في المعدة، يجب أن يضع هذا الموضوع في الحسبان ويتابع فحوصاته. في يعني القرن الماضي كان يعني صعوبة بالغة في تشخيص أورام المعدة باعتبار أنه لم يكن هناك يعني وسائل تشخيصية مثل الناظور يعني، لكن بوجود النواظير للمعدة وبوجود المفراس والأشعة المتطورة يعني أصبح ممكن تشخيص هذا يعني تشخيص ممكن تشخيص الورم مبكرا إذا جاء المريض بوقت مناسب وانتبه إلى صحته. طيب دكتور، إذا ما في أعراض وما في وجع يعني كيف المريض أنه رح يعرف احتمال انه في خلل بمعدته او مريض بهذا المرض؟ يعني هو مرات يعني بعض مرضى ورم المعده ياتي باعراض اخرى ما لها علاقه بالمعده، مثلا ياتي باعراض فقر دم. ويعني يدوخ الطبيب واهل المريض في اجراء الفحوصات وبعدين يطلع السبب هو ورم بالمعده، والمريض ده ينزف وده يروح الدم هذا في مع افرازات الجهاز الهضمي وده يخسر يوميا من مخزوناته من الحديد ويظهر على شكل فقر دم. ممكن بعض الأحيان يظهر الورم بشكل أبو صفار، يعني الأنظار كلها تتوجه نحو القنوات الصفراوية والكبد، في الحقيقة أنه الورم كان قد يعني نشأ في المعدة وانتشر وأخذ يعني يعرقل عمل القنوات الصفراوية والكبد. ممكن أن يأتي المريض بشكوى بسيطة جدا، فقدان الشهية فقط يعني، خاصة إذا صاحبها يعني صاحبها مثلا نزول في وزنه يعني نزول غير طبيعي، هو ما عنده لا سكر ولا أمراض ولا يشكو من أي شيء، لكن هذا الهبوط بالوزن هذا فقدان الشهية يستوجب ويستدعي أن يعني يجري الفحوصات ويعرض نفسه على طبيب باطني. يعني دكتور ماكو أعراض مباشرة لأمراض سرطان المعدة؟ سرطان المعدة أعراضها المباشرة المشهورة والمعلومة هو فقدان الشهية، الهزال اللي هو موجود، ألم في المعدة، وممكن يكون هناك يعني شعور بالحموضة أو سوء الهضم. ربما بعض الأحيان المريض ما يهتم به يعني، لكن هو يحتاج إلى مزيد من الفحص ومزيد من يعني البحث عن السبب. الأعراض مفتوحة يعني، ممكن احنا بدأنا بألم المعدة بالحموضة ممكن تنتهي بأعراض أخرى يعني مع تزايد المرض وممكن أن يأتي هو من الأخير. يعني ليس بالضرورة أن يأتي بألم معدة، لا يأتي من الأعراض الأخيرة اللي تصير كما ذكرنا يعني فقر الدم وفقدان الوزن وهكذا. احنا ذكرنا ايضا ان المعده هي يعني عضو مهم يعني في الجهاز الهضمي، وهي تتحمل كل يعني ضريبه كبيره يعني يفعلها الانسان بسبب يعني طيب سوء استخدام الطعام والشراب. دكتور نعتذر على المقاطعه، في عم اتصال. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل مين معنا؟ معك ابو منتظر من الحل حبيبي. اهلا يا هلا. هلا تفضل الدكتور معك. تحية لضيفكم الدكتور. اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. حياك الله دكتور. دكتور تحدثت انت انه الخلايا البلاستيكية انه نحطها بالمجمد او تجمد وتمر وتسوي مقاطعة ثانية. يعني اذا شلون نجمد مثلا المي يعني بالطريقة انه تريد هذا الجو الصيد جاي ان شاء الله. شلون نجمد المي؟ شلون نشرب مي بارد؟ نعم. يعني هو الصوت ما واضح، لكن اللي افهم من عنده انه القناه البلاستيكيه انا حددت انه في المجمده، يعني لم اقصد تبريد الماء وانما تجميد الماء. يعني يعني الثلاجه مقسومه قسمين، قسم يجمد وقسم يبرد. فهي حينما توضع في المكان اللي يبرد الماء ماكو مشكله، لكن المشكله هي حينما بتصير توضع ثلج يعني. بالضبط، لما تصير ثلج وفي المجمدة أو في الفريز، هنا تكمن خطورة. طيب دكتور البدائل برأيك؟ يعني أنه
يعني هو البديل موجود ان نشرب بها الى ان ياتي يوم نصنع فد بلاستيك امن او فد ماده اخرى نحفظ فيها الماء، لكن اللي نقدر نسويه الان هو ان ما نجمد المي. يعني بس احنا مرات نحتاج الثلج دكتور باي طريقه؟ يعني هذا يخلي يعني اللي يتعامل مع الماء والبلاستيك بهذه الطريقه يخلي في حسبان انه بمرور الزمن وبي يعني تطاول الوقت ممكن ان تظهر اعراض ليس في المعده يعني فقط وانما هي ليس يعني فقط في المعده وانما انت. ليس فقط في المعده وانما هي المواد المسرطنه ممكن ان تؤثر على اي يعني اي عضو من اعضاء الجسم. اكو غاشي دكتور مثلا الفافون الزجاج اي هو يعني هو كل ما يمر الزمن كل ما نكتشف انه الطريقه اللي نتعامل بها مع هاي الماده بها كذا اضرار جانبيه ويبدي يتطور العلم لايجاد يعني بدائل اخرى. طيب. البديل غير موجود حاليا للقنابل البلاستيكيه لكن طريقة التعامل معها لازم تكون بعيدا عن التجميد حتى نتجنب التعرض للمواد المسرطنة وكذلك الأطعمة يعني قدر الإمكان أن تكون طبيعية ما معرضة للمواد الكيميائية ما مصنعة يعني في معامل مغلقة لا نعرف ماذا يعني يعبوها أكيد يعني طبعاً. طيب دكتور عندنا اتصال عفوا ألو ألو يا ريت لو تنصون صوت التلفزيون حتى نسمع بشكل أوضح. ألو ألو تفضلي منو يعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا ممكن أحكي للدكتور؟ أكيد الدكتور يسمعك. تفضلي يا أختي تفضلي أسمعك. أنا أريد أسوي روتين يعني وما ممكن ينصحني فيكي. نعم. تسأل على الرجيم. بس عيد السؤال لو سمحتي. الرجيم. الرجيم. أعتقد تسأل عن الرجيم وتريد يعني فد نصائح لها علاقة بالغذاء يعني أكيد الخطوة الأولى. يعني قاعد أقول أن أنا أريد أسوي رجيم وش ينصحني مثلا شو أكل يعني اليوم هذا الشيء شو ينصحني؟ يعني هو الرجيم أو الالتزام بمنهج طعام خاص يخص الشخص يعني المعني هذا أول شيء يبدأ باستشارة الطبيب يعني قبل أن يبدأ بالرجيم يبدأ باستشارة الطبيب ويجري الطبيب الفحوصات الكاملة ثم بعد ذلك يوجه التوجيه الخاص وهذا يعتمد على وزنه وعمره وإذا يشكي من أمراض معينة وأكيد يعني تجنب الحلويات يعني والكربوهيدرات بشكل عام يعني بما فيها يعني الرز او الاشياء اللي تزيد الوزن مع التعب والجهد والرياضه بالنتيجه راح يكون هناك توازن في يعني زياده الوزن او في نقصانه وهذا ايضا مثل ما قلنا يعتمد على التزام الشخص وعلى قابليته وعلى الامراض اللي يشكو من عنده وعلى وزنه والتزامه بالنصائح اللي نعم. معنا اتصال ثاني. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. صباح الخيرات يا هلا مين معنا؟ مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ممكن احكي للدكتور؟ تفضلي الدكتور معك بس نصي لنا صوت التلفزيون. تفضلي اختي تفضلي نسمع. العفو دكتور انا والدتي عتها المريء عتها سطحة بالمريء نعم وراجعنا عدة مرات ويطلنا علاجات فما جايت من العلاجات بس آخر شيء شنو تأكل ما تقدر تأكله الضي الأكل دكتور ما تستطيع وإنما بس تدفل يعني شان تقريبا وغف يطلع من حالك نعم مشابه للدين نعم وهيش آخر فترة قامت يعني ما تشتهي الأكل كلش وينزل دمها هي مسويه ناظور للمريء وللمعده ناظور قبل سنه شنو التشخيص فتحه بالمريء فقصدك يعني فتحه في الحجاب الحاجز فتق في الحجاب الحاجز اي نعم شكرا جزيلا هو هذا الموضوع احنا ذكرناه في البدايه واحده من الاعراض اللي يشكو منها بعض المرضى من الحموضه والجالي والوغف مثل ما ذكرت يعني الاخت واحده من اسبابه هو فتق في الحجاب الحاجز. نعم. وهذا ما يستوجب اكثر من ان يلتزم المريض
يعني يأكل يعني الأكل الصلب قدر الإمكان، ويتجنب الشرابة والعصائر خاصة مساء، ويتجنب أيضا أن تكون المخدة ناصية، لازم تكون يعني مخدة عالية حتى يكون يعني نومته شبه جالس حتى يمنع الحموضة من أن ترجع. طبعا هذا الكلام عن الفتق اللي هو البسيط، أما إذا كان الفتق كبير وجزء من المعدة يدخل إلى الصدر فيستوجب تداخل جراحي لتضييق هذه الفتحة حتى يساعد الفتحة الفؤادية في الحجاب في يعني في المعدة أن تسيطر على الحموضة وتمنعها من الصعود إلى يحتاج مثل هيك مريض أن يجري أشعة ملونة حتى نتأكد من شدة ونوعية هذا الفتق، ويحتاج أيضا ناظور حتى نتأكد أنه ما حدثت مضاعفات أخرى، لأن أيضا الحموضة المستمرة والمخدشة للمريء والمخدشة للمعدة ممكن أن تنتهي بالقرحة، والقرحة إذا لم تعالج بصورة صحيحة ممكن أن تتقدم لتصبح يعني ورم. طبعا الورم بالمعدة ممكن أن يبدأ يجي على شكل قرحة، ممكن أن يعني شكله يكون شبه القرنابيطة داخل المعدة، ممكن أن يسبب يعني يشمل كل جدار المعدة بحيث يضيقها وتصبح مثل يعني البوري يعني من كل جدارة، وبعض الأحيان ممكن أن يكون في بداية المعدة، ممكن في وسطها، ممكن في نهاية المعدة، وكل وحدة لها يعني طريقة للعلاج. مثلا يكون في بداية المعدة وشخص مبكرا ممكن أن نشيل الثلث الأول يعني من المعدة، لما يكون يعني في نهاية المعدة وساد الفتحة البوابية وبعد ما متقدم يعني أكثر من اللازم ممكن ينشال النصف الثاني من المعدة، لكن إذا كان متقدم وشامل أكثر مناطق المعدة لا تنشال المعدة كلها وينشال الطحال وتنشال يعني حتى جزء من البنكرياس. هذه طريقة يعني لإجراء، وبعض الأحيان لا يجي يعني المريض في حالة متأخرة جدا، وطبعا السبب الأول هو المريض لأنه ما راجع بوقت مناسب، يعني تماهل وسكت على أعراض كثيرة. ربما كان يعني الأطباء ينصحوا بأن يجري ناظر وكان يتردد كثيرا، وهو أفضل تشخيص طبعا من خلال فحص الناظور ويعني وأخذ عينة والتشخيص المختبري حتى يقدر يقرر الطبيب ما هي الطريقة للعلاج. طيب يعني دكتور، احنا كنا نتكلم قبل هذا الموضوع على أورام المعدة وسرطان المعدة، يعني بدينا بالبداية الأسباب والتشخيص، احنا دائما نريد نعرف العلاج لأنه كل مشكلة لها علاج. فيعني هل ممكن أنه نعالج هذه الأمراض ونتخلص منها نهائيا؟ ولكن قبل لا أجاوب دكتور حضرتك، عندنا اتصال. ألو، اسمعينا يا ريت من التليفون حتى نسمع بشكل أوضح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. بطبار إبراهيم من السليمانية. أهلا وسهلا بك، تفضل الدكتور يسمعك. أهلا وسهلا، تفضل. شلون الدكتور، شو صحته وموره؟ أهلا وسهلا، تفضل. رمضان حياك الله دكتور. احنا ناجدك باسم الإنسانية، تنقذنا من المخيمات اللي جاسيس بها. نعم، احنا من أهالي محافظة صلاح الدين ناحية تثرب. حياك الله، حياك الله. ويمكن ما يعني عرف انه هذا برنامج طبي، يعني نتكلم احنا على علاج. هو بالتاكيد الانسان من يعيش ظروف طبيعيه مثل ما ذكر الاخ، يعني المخيمات ما متوفره بها الشروط الصحيه، احنا مقبلين يعني على امراض وبائيه وامراض اخرى وامراض نفسيه، وهذا يعني احنا ايضا نقف معاه في معاناته ونطالب من يعني بالمخيمات ما في رعايه، اكيد في ازمات صحيه اكثر، يعني طبعًا انه الاجواء كلها يعني ما مهيئه للعيش الصحي. طبعا يعني طريقه تحضير الطعام، طريقه النوم، طريقه يعني الحياه بشكل عام، التعامل مع يعني المي والمجاري والكذا، يعني كل هذه يا ربي نتمنى يعني يفرجها عليهم يا ربي، ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. واحنا ايضا يعني ايضا يعني وصل صوتها لمن يسمعنا من المسؤولين، يعني يقللون مدة الهجرة والنزوح والعودة الناس إلى المخيمات أكثر شيء، يعني المعونات الصحية دائما هم يحتاجوها. إيه طبعا أكيد، يعني وهذا طبعا المريض راح يعني إذا ما عنده إمكانية وما عنده
يعني فرصة لأن يعني يتعالج بصورة صحيحة راح تظهر عندنا أمراض يعني مستقبلية. واحدة من أسبابها هو النزوح والعيش في ظروف غير طبيعية والأكل الغير نظيف وهكذا يعني. يعني الله يعينهم يا احنا طيب يعني دكتور. حتى ما ينقطع حديثنا عن أورام المعدة، احنا من نقول ورم المعدة بالتأكيد يأتي كلمة السرطان أكثر أكيد شيء بأن. أكيد يعني. لماذا بالمعدة خاصة؟ لأنه نسبة الأورام الحميدة قليلة جدا في المعدة. ربما جاية من العضلة مالتها، ربما جاية من الأعصاب أو الأوعية اللمفاوية اللي موجودة بها، يعني فد حالات نادرة قليلة. حالات نادرة أن نرى ورم في المعدة هو حميد ويستأصل موضعيا. النسبة العالية والكبيرة تتجاوز يعني 98% هو السرطان. العلاج الحقيقي للسرطان هو الوقاية من السرطان. يعني الآن الحديث عالميا عن الوقاية من السرطان، مثل نقول احنا وقاية من الأمراض الوبائية، الوقاية من الالتهابات، الوقاية من الإنفلونزا، الوقاية من يعني الأمراض الانتقالية من إنسان إلى إنسان. أيضا الحديث الآن عالميا عن الوقاية من السرطان بشكل عام. احنا من ذكرنا في بداية الحلقة بعض المواد او بعض الحالات اللي ممكن تقرب الانسان من امراض السرطان، طبعا هو تجنبها يعني ان نسبة حدوث هذه الامراض ستكون قليلة. طبعا اكو اطعمة بها مواد يعني تفيد الانسان، مواد تساعده على ان يدافع ضد تحول الخلايا الى مواد سرطانيه، وهذه بها لستة يعني كاملة. يعني كبيره، وربما اختصاصيين طيب يعني التغذيه الطبية. هم افضل من عندنا في يعني في وصف مثل هذه الاكلات الطبيعية. يعني لو نتكلم بتخصصك كناحيه طبيه كيف يمكن التخلص من هذه الاورام جراحيا؟ يعني هو العلاج الجراحي، احنا من نقول ورم يعني عمليه بالنسبه للمعده، هل المريض يتحمل العملية؟ هذا يعتمد على صحته بشكل عام، كيانه، فسيولوجيته، الأمراض اللي يحملها، يعني قوة قلبه وتحمله للتخدير. بالتأكيد حدة هذا الورم ودرجته أيضا تخلينا نتقدم باتجاه العملية أو نحوله إلى خيار آخر. والعملية ممكن أن تكون استئصال للورم مع جزء من المعدة أو كل المعدة، وربما تكون فقط هي تحويل المجرى يعني مجرى المعدة إلى الأمعاء حتى نتجنب الانسدادات اللي مسوي الورم، ويعني شلون نقول نخفف الأعراض اللي يشكو من عدم الانسدادات أو تقيؤ أو عدم شهية للأكل حتى يعيش يعني أيام الأخيرة بسلام. هذا بالنسبة للمرض يعني المتقدم. أما المرض من يكون في بدايته فممكن علاجه جراحيا، وهناك كثير من الناس طيب. يعني عايشين حياة طبيعية بعد إجراء العملية وتخلصوا من الورم حينما كانت يعني قسمتهم أنه جوي على جراح قادر وجراح يعني ذو خبرة ومهارة استطاع أن يستأصل الورم من بدايته وينهي كل تعلقات هذا المرض اللي موجودة في البطن بالغدد اللمفاوية تحت الحجاب الحاجز أو تحت المعدة أو قريبا من البنكرياس، وشال الطحال وشال جزء من البنكرياس وخلص يعني رجعوا إلى حياته الطبيعية ويأكل، رغم أنه المعدة كلها ما موجودة، يعني شال كل المعدة وربط الأمعاء بالمريء وعايش حياته طبيعية. طيب دكتور معنا اتصال تاني. ألو صباح الخير. ألو ألو، بس يا ريت تسمعونا من التليفون مو من التلفزيون. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا تفضل، مين معنا؟ شلونك أخي العزيزة؟ يا أهلا وسهلا تفضل. ممكن بس الدكتور الله يرحمه والديك. تفضل الدكتور السلام. معك. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أنا أسمعك. أي دكتور بس بلا زحمة، عندي سوفان. نعم. السوفان يأثر على يعني يضرب على المعدة، إلا أقول فد يعني شلون أقول فد مسكوت شغليات إلا فد يعني بالحالة يلا تفتح المعدة عندي. نعم. إيه دكتور هذا يأثر ما يأثر؟ السوفان وين؟ بالفقرات، بالمفاصل، بال. لا لا السوفان بالفقرة. بالفقرة العنقية. فقرة العنقية، وده تأخذ علاج مفاصل مستمر؟ لا والله دكتور ما متخطى، بس من هذا قابلنيش الحب الأكبر حب الكسول. نعم هو بس من هذا. نعم
إذا أنت مو يعني آلام المعدة اللي عندك هي ليس من الفقرات وليس من السوفان، وإنما من الأدوية اللي يستخدمها للسوفان. هذا مضاعفات واحدة من يعني المشاكل اللي يعانيها الناس، هو الأضرار الجانبية لعلاجات المفاصل أو الفقرات. تكون دواء تقيل. عادة يعني المعدة هي الضحية الكبرى لأدوية المفاصل. البروفين والبونستان والفولتارين، وخاصة طبعا والأسبرين أكيد، يعني خاصة إذا أخذ على معدة فارغة. ولذلك إحنا نقول أولا بالنسبة للأخ يعني قدر الإمكان ما يأخذ العلاج على معدة فارغة. ثانيا يحاول أن يعني يتجنب الأكلات اللي تأثر على المعدة، الفلفل، طرشي، الخل، البهارات، حتى يخفف من حموضة المعدة، وكذلك يقلل من جرعات الأدوية اللي يأخذها. يعني ليس بالضرورة إذا عنده سوفان يعني لازم يأخذ دواء أو لازم يأخذ يعني كبسول يوميا 3 مرات أو يوميا 4 مرات أو أكثر أو أقل. يعني ربما يكتفي بحباية أو كبسولة يوميا، ربما بين يوم ويوم. طبعا أمراض السوفان تحتاج إلى إجراءات أخرى، يعني الوقاية من الثقل، يلبس الياخل الرقبية اللي تخفف من آلام الفقرة. يعني ربما إذا يلبس ياخل أفضل مما يأخذ الكبسولة يعني أو الحباية. طرق بديلة. هي طرق بديلة للسوفان، هي أفضل، هي أفضل من وربما أيضا يعني بعض الانزلاقات أو السوفان اللي يصير بالفقرات العنقية يستوجب تداخل جراحي ويحل مشكلته ويعيش حياته. طيب دكتور، خلينا نرجع لسرطان المعدة. طيب العلاج، في بعض الناس مثلا عم يتعالجوا على أساس أنه بيستأصلوا جزء مثلا اللي بيه سرطان بيستأصلوه، إذا استأصل هذا الجزء خلص أنه المشكلة بتكون خلصت ولا كمان بتكون مستمرة مع الأيام؟ بالمعدة استئصال الورم لوحده لا يكفي، لازم يستأصل جزء كبير من المعدة معه، يعني جزء خلينا نقول الآمن النظيف اللي ما وصل الورم، حتى نضمن عدم تكرار. يعني خلينا نقول مسافة آمنة تتجاوز 3 أو 4 سنتيمتر بعيدا عن هذه القرحة السرطانية، بعيدا عن هذا الورم. والأفضل أن يكون الجزء يعني خلينا نقول الواسع من المعدة ينشال حتى نضمن عدم رجوعه، بل حتى الغدد اللمفاوية اللي موجودة في المنطقة ترفع، وحتى يعني الطحال إذا تم رفعه يمكن نكون احنا يعني هو ممكن يرجع دكتور بالمستقبل طبعا مثلاً. هو احنا بنقول يعني هو الأورام المعدة بتنتشر عن طريق الدم. نعم. ممكن أن تنتشر عن طريق الغدد اللمفاوية، وإذا ما أجرى الطبيب العلاج بهذه الطريقة الآمنة وأخذ هذه الاحتياطات أكو احتمالية الرجوع. إذا أخذ الاحتياطات لا بالتأكيد. طيب مضاعفات عملية هذا الشفاء المرض نسبة الشفاء تكون عالية جدا. نعم، مضاعفات هذا المرض إذا مثلا الشخص همل نفسه، يعني هو إما ينتشر موضعيا يعني نعم. داخل كل المعدة ويزحف على الأحشاء والأعضاء اللي حولها واللي أسفل واللي أعلى من عدها، أو ينتشر عن طريق الدم ويظهر في أماكن أخرى. يعني ممكن يظهر على شكل غدة لمفاوية في الرقبة، ممكن يهاجم العمود الفقري أو أي عظم في أي مكان من الجسم، وممكن أيضا أن ينتقل إلى مكان آخر. فكل الاحتمالات واردة، ولذلك هم يعني مرضى الأورام ممكن أن يعالجون كيميائيا بعد الاستئصال حتى نضمن عدم وجود بذرة في أي مكان آخر ممكن أن تنشأ يعني في المستقبل. طيب دكتور، ليش يعني إنه عم بيقولوا إنه هي أكثر شيء منتشرة بالقارة الآسيوية، ليش هذا المرض أكثر شيء منتشر بهاي القارة؟ هذول يعني يأكلون تمن هواية ويحبون البهارات هذه. طبعا هو اليابان هي متقدمة في تشخيص هذا المرض، وهي اللي فحصت يعني هي اللي صنعت الناظور ربما قبل بقية دول العالم. طبعا كوريا أيضا بارعة في هذا الموضوع في التشخيص وفي العلاج أيضا، يعني اليابان رقم واحد يعني، والبقية كلها تأتي بعدها. طريقة الأكل يعني مالتهم وتعاملهم مع كل الحيوانات ومع كل الحشرات ومع كل الأشياء اللي يعني تدب على الأرض أو الطير أو تسبح في البوي، هم خلاص يتعاملون معها يعني بشكل مفتوح وبشكل غريب. يعني إحنا يعني
ما نستطيع ان يعني شلون تقول نتكيف يعني مع هذا الموضوع. بالتاكيد هذه لها يعني ضريبة واحدة من ضريبتها هو. طيب دكتور لو نحكي بالعراق يعني نسبة انتشار هذا المرض بالعراق خصوصا احنا ما شاء الله جونا مليان موجود. يعني بعد الحرب خصوصا تعرضنا هل زاد بعد الحرب؟ طبعا احنا عندنا اول شيء الحرب اكيد يعني مضاعفاتها والاسلحة المحرمة دوليا اللي استخدمت هذه كانت يعني في بعض المدن يعني نسبة السرطان بارزة اكثر بسبب هذا الموضوع. المدن النفطية ايضا يعني مثل كركوك والبصرة هذه الكربونات المواد هذه يعني النفط زحف على الزرع وزحف على المي وعلى الاكل وعلى الكذا اذا يدخل الى المعده واذا يظهر على شكل اورام متعدده واحده من عندها ورم المعده وبالتاكيد الهم والضغط النفسي وبالاضافه الى يعني وجود الاجهزه وامكانيه تشخيصها بدات يعني شلون تقول تضاعف عدا الارقام في جميع الأورام ومن ضمنها ورم المعدة. طيب دكتور أنت قلت الهم والتأثيرات النفسية، طبعا احنا بنعرف الهم والتأثيرات النفسية إلى دور على المعدة يعني بتسبب أحيانا قروحات معدية طبعاً. طيب هذا كمان بيسبب احتمال يعني أورام نقول المصيبة أو الضغط النفسي أو الهم الكبير أو الخوف هذه معناتها احنا دا نقضي على جهاز المناعة في الجسم وجهاز المناعة في الجسم لي يعني لا يدافع عن الجسم ضد البكتيريا والجراثيم والفيروسات فقط وإنما يحافظ على توازن الإنسان وعلى هرموناته وعلى بناء خلاياه. أي هبوط في المناعة تعني تعرض الإنسان لل يعني أمراض كثيرة واحدة من عندها هجوم الخلايا السرطانية وتوسعها وانتشارها وهذا لا ليس له عمر يعني محدد بالنسبة للأورام لكن أورام المعدة عادة تظهر بعد 40-50 سنة ما يمنع يعني أن يكون يعني في عمر يعني مبكر لكن عادة يكون يعني الإنسان أكل بما فيه الكفاية يعني حتى يعني تظهر الأعراض في المعدة. طيب دكتور بما أنه يعني موضوعنا خاص بالمعدة الكثير من الناس مثلا ما يتناولون الأدوية يعني يقولون يؤثر على جسمنا أو مثلا هذا الدواء يؤثر على معدتي ويؤذيني فبالتالي يلجؤون إلى الطب البديل وهي الأعشاب مثلا فد عشبة معينة يغلوها ويشربوها. فأنت رأيك بالنسبة لأمراض المعدة هل الطب البديل هو يساعد تنصح به ما تنصح به؟ هو الأدوية الاعتيادية يعني موجودة في الصيدليات أو الطب البديل سواء كان الأعشاب أو غيره يعني الطب البديل هو كلمة عامة يعني بالحالتين هو يحتاج يعني المريض لأن يعرض نفسه على طبيب ويتم تشخيص المرض ثم بعد ذلك الطبيب هو الذي يصف العلاج سواء كان العلاج يعني على شكل كبسولة حباية أبرة ما هو يعني متوفر أو إلى التشخيص البديل. المشكلة أين تكمن؟ تكمن أنه المريض يذهب إلى العلاج هو يوصف نفس الدواء أو اللي يوصف هي مو طبيب ويوصف الدواء بدون يعني اعتماد على أو بدون أخذ الأسباب العلمية الحقيقية للتشخيص فيأخذ العلاج من غير تشخيص يأخذ بطريقة غير علمية طبعا الخبطات اللي موجودة في الطب البديل يعني أقصد يعني توضع أكثر من مادة 4-5-10-20 مادة يعني هي مو صحية دكتور ولا تنصح بيها أبدا مو علمية و يعني الاعتماد عليها تعني أنه إحنا يعني مقبلين على يعني أمراض كثيرة جدا والآن يأتون يعني مرضى بسبب يعني خبطة يعني علاج بديل أو عشاب وخلص يجينا عنده مشاكل في المعدة وعنده مشاكل في الكبد وعنده مشاكل في الكلى ماكو مادة احنا نتعامل معها في يعني في الطعام او في الدواء الا ولها اضرار جانبية اذا استخدمت بطريقة غير علمية وغير يعني صحيحة يعني كل شخص لا يتهاون بهاي الاشياء أبداً. يعني يتصور انه مثلا هاي الاشياء البديلة يعني احنا نريد نقطع رزقه للطب البديل بس احنا نقول يعني الان اللي واقف في الصيدلية هو صيدلي لا يتخيل نفسه انه هو طبيب هذا العمل يعني العمل الطبي هو مقسم بين الطبيب وبين الصيدلي وبين المختبر وبين يعني العشاب هو صيدلي وليس طبيب خاصة إذا يعني
تدخل في كل الأمراض. أيضا هذا الموضوع أراد له تخصص. الطب البديل موجود في الدول الأخرى، فيه دراسات وفيه شهادات وفيه بحوث وفيه يعني علم متطور. إحنا قسم من الناس اللي يعني في مجتمعنا موجودين يتعاملون مع هذه المسألة جايها من الأخير، وما ماشيين بالطريق العلم الصحيح دكتور. وما تدرجوا به، وانما فتح محل نعم. وصار هو طبيب لكل يعني الامراض. هذا هو الخطا يعني. نعم هذا يعني الموضوع يكثر بالحديث، ولكن هذا ما سمح به وقت البرنامج بنهايه فقرتنا. نشكرك دكتور جمال الجيلاني على حضورك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.